لا معلش يا دكتور، لا مش هينفع. حضرتك لو حابه اتصل بالمستشفى تجيب عربيه اسعاف ينقلوها، انا ما عنديش مانع. لا لا خالص، انا هجيبها بعربيتي، هنيجي وراك على طول. وهو كذلك، على اذنكم. اتفضل. يلا يا رانيا، يلا ساعدين لها العربيه قبل ما الكرب تركب. لا مش هينفع، هقول لها ايه المره دي؟ مش هينفع. ما تخافيش يا كامي، انا ورانيا هنتصرف. يلا بس ساعديني ننقلها.